حملات ودعوات لإرجاع الرافل، رجع الرافل خلي البلاد تنظاف، رجع الرافل خلي ينقص معدل الجريمة والبركاجات والنطرة والسرقة وغيره. تشوف الرافل حل اليوم القضاء على الأشياء هذه ومع إرجاع الرافل ولا حملات التجنيد انتظر أنت جندوك بالقوة. كيفاش باش تكون في المؤسسة العسكرية؟ يمكن تكرهها. يلزم تكون أنت مشيت باش تعدي العام نتاعك ولا عامين نتاعك ولا ستة أشهر ولا تروا موا تعديهم وأنت عن قناعة. اما كي تعديهم على الضغط شنو عملت؟ نولي الراف العام اللي عديته في الجيش خساره من عمري. على رك انك كيف نمشي عن قناعه عن وعي نمشي متفرهد نخدم في بلادي. دونك انا ضد انه يرجع بالطريقه اللي نتاعها قبل اجري عليهم في الشارع شد الوليدات شد وليد تشد الوليدات اللي ديريكتومون او سوجي برينسيبال امشي الاصل 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 اصل الشيء اصل الشيء اللي انت في فيونس ايكونوميك ديفيونس بلوتو ايكونوميك انت قاعد في ديفيونس رهيب ايكونوميك. معقول هذا الكل معقول والكل باهي وفي طريقه، ولكن الرافل منين يبدا؟ يعملون ساعه رافل اللي هتكوا البلاد وفرغوها او الرافل الحقاني الصحيح. اما هذاك ولد صغير وتوجد عنده الاستاذيه ولا الماجستير وهو بطال شاد الحيط، ماذا به يعمل حاجه اللي باش ينسى روحه وحياته وكذا. طبيعة الحال يزم يرجع الرافل، وأنا مع الرافل ومع معناتها تطهير معناتها الإجرام من البلاد، وهذا بدون معناتها الظلم بدون تسلط بدون كذا. هذا هو الموضوع، معناتها لازم تطهير الرافل من كل جوانب الوحدة، لأن علاش؟ لخاطر الجريمة تفشت في البلاد والمشاكل متراكمة من جرة الزطلة من جرة المشاكل من جرة البركاجات من جرة خاصة في المتروات خاصة في الحافلات خاصة في الليل يبركاو في التاكسيات، فهمني؟ هذا حاجة مهمة لازم يرجع الرافل. أكيد الحملات الأمنية هذه نحن عشناها في صغرنا، تعاملنا معهم برشا الرافلوات وكنا نناقشوهم ونخافوا منها. كان فيها نوعية من الردع وفيها نوعية من الزجر، فيها نوعية كذلك معناها من الاستقامة ومن أنا مع رجاع الرافل ورجاع كل معناها الحملات الأمنية باش يقوم الأمن بدوره، لأن الجريمة تفاقمت في تونس، الجريمة أصبحت منظمة أكثر، الجريمة استفحلت بكل الطرق، ثم الناس فهموا الحرية والديمقراطية بصورة عكسية، لازم الأمن باش يقوم بتصويب كل ما هو معوج في البلاد هذه من كل إخلالات أمنية ولا اجتماعية ولا حتى ثقافية ولا كل ما يكون. أنا مع إرجاع عودة الرافل. الرافل لابد منه، وصلت 20 سنة قدم روحك للجيش وما تخاف من شيء، الجيش باش تحامي على تونس، باش تولي تونس اصيل. الحل يخدموا الشباب، هذاك الحل الوحيد. الرافل مش حل، يخدموا العباد. شو مداخل الرافل؟ هو بار الرافل مش عادي عام ولا عامين ولا يزيد يخرج نخب. كل حاجه كيما هكايا باهي برشا راهو، عرفش على الاقل ما تنحيش كل تخفف نوعا ما، فهمني؟ والرافل باهي، علاش لا؟ هذاك فيه كنترول معناها يوميا برسك. لازم الرف. انا راه حل مجدي. بالنسبه لي انا مع رجاع الرافل ومع حملات التجنيد للحد من ظاهره الجريمه، خاطر تفشات بصفه غريبه في تونس هذه. مع مشاركه في العمل العام، الرافل يقعد ديما اندروا لازم الناس تقوم به، مي مستحيل انه يكون الرافل ينقص من الجريمه ولا يحد منها ولا يكون منها سوليسيون. الجريمه تنقص بنيفو نتاع الوعي بالاخلاق، ترجع وزاره التربيه، مش وزاره التربيه بليتو وزاره التعليم حاف، ترجع وزاره التربيه والتعليم. الاخلاق هي اللي تنقص من الجريمه، ليزونس ايكونوميك هو اللي ينقص من الجريمه. اذا كان ما عندكش ايزونس ايكونوميك تقعد الجريمه، فما جريمه تولي حتى لا كريميناليتي ريفليشي تولي جريمه منظمه. دونك مي نقص من الجريمة الأخلاق وقبلها ولا أون باراليل الاقتصاد. إذا كان مش محتاج إلي أونيزونس إيكونوميك ماهوش سوز أون ديكتاتور بريسونت. دونك شنو هو باش يلزم الجريمة؟ صاف صاف فما جريمة الكريمينال ناي هذيك حاجة أخرى، إذا كان هو مجرم بالفترة وما نتصورش فما وقتها يتعامل معاه، عندك أمن عندك قانون. يجي واحد من اللي قاعد من تاع تحيط وربي على بحاله وعنده نهارية من اللي ماكلاش الماكلة ويقول له هات بطاقة التعريف، برا لهذوك اكو شيء مقدس اللهم صل على النبي. انا نجم نقول لك اللي يخمم في الرافل والحكايات هذه يمكن خادم سكر ولا طبل
عارفش علاش، علاش لينا فما مثل يقول لك اخر كلمه هذه، فما اخر كلمه يقول لك لا يعني الطبال مدعى شر وذكر وبررت هذه اللي كانوا يقولوا فيها ديما مقل الفقر. من انا مش عارف، انا تو في الصومال ثم فقر كبير، لكن ما تصورش الجريمه اللي عندنا في الصومال منظمه كما الجريمه موجوده في تونس. انت وذكرت تويك يعملوا جريمه ويستغلوا الجريمه. نحن اصبحت جريمتنا على مستوى عالمي، معناها مر على مر نجم نقول لك اللي هي تفوق حتى الخيال العلمي كل شيء. الجريمه في تونس هنا هي اصبحت معناها كما نقولوا احنا حاجه عاديه موجوده في حياتنا وكل شيء. اما باش تقول لي هو الفقر وهو الميزيريا كل شيء، مش هذا سبب معناها باش يكون الفقر، بالعكس هو الفقر في حد ذاته يخليك باش تروج على اليات صحيحه وتستقيم في حياتك، باش تقتل ولا باش تتبرك العباد ولا باش تضيق الناس ولا باش تغتصب ولا باش تعمل حاجات. ماهوش مبرر هذا، عمر ما كان مبرر. يقول لك البطاله تلزم يعني يوفر الخدمه وما عادش فيه الحاجات. بلاي شوف نقول لك حاجه، الموضوع هذايا بالذات البطاله تلز ولا مانيش عارف شنو تلز، ثم برشا بولزاز او في الدنيا هذه بارش انواع بولزاز، لكن احنا عندنا عقل ربي عز وجل قالهولنا وعملنا تمييز معناها باش يلزمنا نكونوا فيه، ماهوش هذه الفكره اللي باش يلزمنا نقولوا فيها. عمرنا ما كان الفقر هو مدعاة معناها لاجل معناها تبرير الجريمه، الجريمه لابد الضرب عليها بيد من حديد وبيد من النار، لان ماهوش هذا الحل وماهوش هذه الطريقه. هناك معناها هياكل معناها مسؤوله في الدوله، هناك هياكل مسؤوله في المجتمع، هناك معناها منظمات هناك معناها نجم نقول لك جمعيات وغير ذلك مسؤول على نوعيه من حلول هذه من حل المشاكل. ثم خدمه ثم اشغال، هاو تو نجي نقول لك هاو ثم تو الزيتون موجود وهاي جات ما يمشيش يحيك الزيتون، قاعدين نشوفوا في الاخوان الافارقه قاعدين يجون ينحوا في الزيتون. هي وانت التونسي اللي هنا يقول لك لا ما نخدمش ما نحيش الزيتون. تو كي تشوف انت صغار علاش كي يمشي يخدم في يعدي عامه، نتصور انا يستفاد هو ويفيد الدوله زاد مفهوم. هذا حسب رايي هذا تفكير رافل يبدل الاخلاق والله مش حكايه يبدل الاخلاق، ثم ديما انت حتى مع صغيرك ثم ناحيه نتاع شويه الترغيب وترهيب، كي تكبسوا شويه يجي الثنية الصغير. نفس الشيء بالنسبه للصغيرات، وهو رافل شنو ماهوش فهمتي ولا لا باش ولد بلادك هذاك البوليس والواحد وكلهم ولد بلادك، كي باش حسن المعامله مع المواطن وينجم فهمتي ولا لا يفيد حتى الواحد. قبل شنيا الرافلوات كي تصير اذا كان انسان ما يعديش فهمتي ولا لا العام ولا كذا يمشي، هو خاطر من حقه اي مواطن يمشي يعدي الميليتير، كي ما يمشيش بارادته دونك في الوقت هذاك تولي الدوله هي مطالبه باش انت تو كي تمشي تشوف ساعه في العام النسبه فهمتي نتاع الصغار اللي يقدموا رواحهم للجنديه تلقاها نسبه قليله برشا. فهمتني؟ ما دونك انا هكا حسب وجهه نظر نتاعي انا كاين يرجع لها في الخير. موجوده الحلول الاخرى، هو قص الراس شروق تبع البؤر نتاع اللي يبيعوا الزطله واللي مدخلينها من الحدود، هذا هو كي تقضي على هذوما سي قضيت على الاجرام، والاجرام هذايا مش بوسخ وكروه معناتها عديه كذا كذا، لا لا ثم ضوابط ومقاييس وبدون ما تعطيه معناتها عفو. انا شو نقول؟ ثم في غياب القانون الردعي تتواصل الجريمه ويتملح المجرم من يعرف روحه باش يعدي خمسه باش يحكم عليه بخمسه باش يعدي منهم عامين ويخرج، هذا مش موضوع. انا شو نقول؟ واكد ورساله ماذا بيه توصل للمسؤولين، يلزم يتقنن قانون في صوره ما انسان خذا عفو راهو يعاود يرجع ضعفين العقوبة، تضاعف العقوبة كما نقولوا عدى عطاه خمس سنين وعدى منهم عامين ونص باش يخرج في عفو، في عفو إذا كان عاود رجع يحكموا عليه بعشرة سنين. هاو الردع وين؟ أو مش بوسخوك وروح وريق بارد وهذا محسوبية تنعدوه في اللجنة بتاع العفو ودشني ريق بارد هذا كله. أنا شو نقول؟ الردع لازم يكون، كيفاش يكون؟ انت اول مره غلطت او باش اعطيك انا عفو، فهمتني؟ ما دام عديت انت نصف العقوبه اما راك تعاود 10 سنين دوبل او شو نقولوا تو يبطل تو يشعف كوم سوليسيون ايكونوميك راهو اميليوري لي لوا به اب تو ديت نتاع لي لوا نتاعك ايكونوميك ممتاز، مي الاصل في الشيء نح الرخص، ايفيتي هالرخص، نح الرخص تعطي لا شانس égal للي جان
واللي نوفو ديبلومي واللوم دافير اللي خسر في سيكتور باش يحاول نحيو الرخص تو تشوفوا كيفاش ليكونومي ما عادش العباد تلوج باش تخدم في البوبليك مسمار في حيط باش تكون رونتابيليتي نتاعو 10 مينوت واللي يمشي إل كري سون بروبر بروجي مي إل كري بكراس شروط مش كراس شروط طولها 10 متر وهكا معطله ليجير وريسبكت لا لوا وخلي تو تشوفوا ما عادش تلقاو بطاله في تونس ما عادش تلقاو اما رخصه ملي ندخلوا في الرخص ولا لونتور د لادمينستراسيون ولا بريسيون بانكير ما نعملوا حتى شيء خليه كراس شروط الا ريسبكت يمشي يخدم على روحه ما عادش عليك وقتها ما يقولش انا بطاله.